أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك وشركة بي بي اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك في مصر يركز بشكل أولي على تطوير أصول للغاز، وتتوزع ملكية المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثاني من عام 2024 بواقع 51% لشركة بي بي و49% لشركة أدنوك. وتساهم بي بي في المشروع الجديد بأصولها في 3 امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، بينما ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية. وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من امتياز الشروق وشمال دمياط وشمال البرج، بالإضافة إلى استكشاف مناطق أخرى بمصر. أعلنت وزارة المالية السعودية عن عجز بلغ 80.946 من 1,000 مليار ريال، ما يعادل 21.58 مليار دولار في ميزانية 2023. وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات بلغت 1.212 من 1,000 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية تصل إلى 754.6 مليار ريال، وأن إجمالي النفقات بلغت 1.293 من 1,000 تريليون ريال. وأضافت وزارة المالية السعودية أن العجز بلغ 36.995 من 1,000 مليار ريال في الربع الأخير. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، في حين أن السحب من المخزون الصيني والمخزون الأمريكي يمنع أسعار النفط من الارتفاع بشكل ملحوظ. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 46% لتبلغ 83.18 دولار للبرميل. هذا وقد ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 49% لتبلغ 78.30 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 25% لتصل إلى 2.88 دولار للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% لتسجل 1.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك إسرائيلية، وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى في تاريخها. وأعلنت موديز عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى 2 من المستوى A1. ولا زالت سهام العدوان الإسرائيلي الغاشم ترتد إلى قلبه، محدثة زلزالا يهز أركانه الاقتصادية قبل السياسية. فبعد أن انكشف سترها أمام العالم وتعمقت عزلتها، انخفضت معدلات رحلات الطيران إلى إسرائيل، كما انهار قطاع السياحة، وارتفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ ما يقرب من 2 بسبب صعوبة في وصول الإمدادات النفطية. أما معدلات النمو ومؤشرات الاقتصاد العام فحدث ولا حرج. كبوة اقتصادية ارتطمت بتخفيض وكالة موديز لتصنيف الائتماني لإسرائيل، الذي اشتمل على تخفيض تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية للمرة الأولى في تاريخها. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن قرار موديز يتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن اقتصاد إسرائيل قوي. إلى ذلك تتوالى التداعيات الاقتصادية لتعزز النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يزيد من احتمالات المزيد من الخفض في التصنيف الائتماني مع تدهور الوضع الأمني والجيوسياسي، ليزيد من الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية الهشة بالأساس.